يحكى أن الشاعر إدريس جماع فقد عقله في آخر أيامه، فأدخل مستشفى المجانين، فأراد أهله أن يعالجوه في الخارج. وعند وصوله إلى المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها، والزوج الغيور يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. دنياي أنت وفرحتي، ومنى الفؤاد إذا تمنى. أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وسمع بالقصيدة الأديب عباس محمود فسأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جماع، وهو الآن في مستشفى المجانين. فرد قائلا: هذا مكانه، هذا الكلام لا يستطيعه ذو فكر. وحين ذهبوا بإدريس جماع إلى لندن للعلاج، أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر بعينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن ترتدي نظارة سوداء، ففعلت. وحين جاءت نظر إليها جماع وقال لها: والسيف في العمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت لشعر الغزل بالعصر الحديث.